بيفكرني الغنى والناس، واحب صوت المكن لما يكون داير، واحب جمح السنابل وعشق الدراس. مد الخطاوي يا بلدي يا ضحكتي الحره، مد الخطاوي يا بلدي وانت شايل الناس. الان في لحظه توحد عبقريه، يعني كنا مفتقدينها جدا، فحمد الله على السلامه يا مصر. ومصر كلها بتبكيك يا خال، ياللي ياما حلفت ويانا بسماها وبترابها. مصر كلها بتبكيك يا خال، من كل نجع وكل كفر وكل قرية. مصر كلها بتبكيك يا خال، ياللي كنا بنصحى على صوتك وننام على غناك. كلنا، مش أنا بس، مش كل الناس، مش كل بس المصريين، ده ناس بعينهم، حراج الجت والحاجة فاطمة أحمد عبد الغفار من جبلية الفار، والعمة يامنة وعزيزة وعيد، حتى البت جمالات عينيها ما بطلتش بكا. مصر كلها بتبكيك يا خال، وحنغني ازاي وصوتك سكت. مصر كلها بتبكيك يا خال، ياللي اتعلمنا في صوتك نحب ونبكي ونغني ونقول يا بلدي. مصر كلها بتبكيك يا خال، صوتك سكت؟ لا يا عم عبد الرحمن، صوتك ما سكتش. يمكن الموت بيسكتنا، لكن دايما صوتك هيفضل موجود لما نغني ونبكي ونحب. مصر كلها بتبكيك يا خال. ويا مصر، يا مصر، وان خيروني ما اسكن اللاكي، ولجل تتبسمي ياما ببات باكي، تسقيني كاس المرار وبرضه بهواكي. بلدي بلدي، ومالي الا انتي، ولو ظلمتيني مقبوله منك جراح قلبي ودموع عيني. الجرح يشفى اذا بايدك لمستيني، كلك حلاوه وكلمة مصر أحلاكي. وعلمنا نحب، وعلمنا نعيط، وغنى عدى النهار، وغنى بحلف بسماها وبتربها عبد الرحمن الأبنودي، اللي كنت بزوره وقت مرضه ورحل النهاردة. وفي المرض كنت حاسة بشجاعة، كنت حاسة بقوته، كنت حاسة بقوته، كنت حاسة أنه يعني بحبه للحياة. عبد الرحمن الأبنودي اللي صوته جلجل، اللي مخافش من أي نظام وحب البلد، عارض كل نظام وحب البلد، مخافش من سجن، مخافش من قهر، مخافش من سجان وحب البلد. عبد الرحمن الأبنودي اللي غنوله كل الناس، عبد الحليم حافظ ورشدي ونجاة وشادية ووردة، وكل الدنيا غنت لعبد الرحمن الأبنودي، وفضل صوت عبد الرحمن الأبنودي بيجلجل في كل جنب من جنوب مصر، في كل ضلع من ضلوع مصر. عبد الرحمن الأبنودي صوته مش هيسكت، لأن صوته موجود في الطين، في التراب، في الهرم، في الشمس، في كل وشوش الناس السمرة، في الصعيد وفي بحري. عبد الرحمن الأبنودي اللي فقدناه النهاردة مش هنفقده، لأنه هيفضل دايما موجود في غنانا وفي سماها وفي ترابها. استاذ الكاتب الكبير مفيد فوزي، مساء الخير. مساء النور يا لميس. من كان عبد الرحمن الأبنودي؟ عبد الرحمن الأبنودي كان أيقونة مصر الحقيقية، اللي أقدر أقول لك إنها في ذاكرة وطن، وأقدر أقول لك إنها حاضرة في ذاكرة محبيه وناسه وأهله وأبنوده. عبد الرحمن الأبنودي بعتقد أنه الكلمات والحروف في اللهجة العامية، أعتقد أنها بتنتحب الآن على فراق هذا الرجل. عبد الرحمن الأبنودي هو الزوج الذي استطاع أنه يعيد حياته
بعد فترة طويلة لما اتجوز وما كانش ناجح في زواجه، لأن الزوجة التي جاءت في حياته بعد ذلك وهي نهال كمال استطاعت حقيقة إنها تكون الدرع والسلام والواحة والطمأنينة. أضيف إلى هذا الإسماعيلية بهواها برونقها ببساطتها، بالبعد عن صخب المدينة، بالبعد عن صخب المثقفين، بالبعد عن الفضائيات الثرثارة، بالبعد عن الخرافات، استطاع عبد الرحمن الأبنودي إنه يكتب وإنه أيضا يظل شاعرا. تقدري تقولي إيه؟ شاعر بربابة؟ شاعر يطوف الموالد؟ شاعر يناقش المثقفين؟ شاعر يكتب إلى رئيس دولة وهو مرسي في عز طولجانه؟ كل ده تقدر تقوليه، لأنه هذا الشخص عبد الرحمن الأبنودي أنا بعتقد أنه سيسجل في سجل الخالدين لهذه البلد. هذه البلد أعطت عبد الرحمن الأبنودي، ما أقدرش أقول أبدا أنها ما ادتلوش، إنما أقدر أقول ادتله. حتى في سؤال الرئيس، حتى في سؤال أستاذ هيكل عليه، حتى في سؤال الناس البسطاء اللي كانوا قلقانين عليه. استغرب يا لميس انه عبد الرحمن الأبنودي في لحظه من اللحظات يقول ويصرح، لا ده المره دي ابتد بقى. شوف العباره، العباره تدل انه يكاد يتنبأ برحيله لما يقول لا ده المره دي بجد بقى، لان كل مره بيحدث انه بيفلت ويرجع لاسماعيليه ويعود للكتابه. وتلقي في الجرايد قصيده جديده للابنودي غدا، تلقي في الجرايد انه الابنودي مش هيقدر يكمل ده الا اذا كمل شغله اللي بيعمله في الاوبريت اللي كان بيحلم بيها. لما قال بس المره دي بجد بقى، انا شخصيا وانا بشوف الجمله حسيت برعشه، لأن حسيت أنه كما لو كان يدرك النهاية. الأبنودي يا لميس هو فنان مصر اللي على الأرغول غنى طويلا، عمري ما بنسى أبدا لما تنحى عبد الناصر، ركبنا عربية أنا وهو وعبد الحليم حافظ وسيقها عبد الفتاح سواق عبد الحليم، كانت عربية غلبانة في بداية العمر. لو تتخيلي الصراخ اللي كنا بنصرخه في ذلك الوقت والأوان. شوفي عبد الحليم حافظ وهو بيقول له يا عبد الرحمن أنا مش عجباني الكلمات، لأنه كان عبد الحليم يتمتع بتذوق للكلمة العادية وللجرس الموسيقي فيها. شوفي قد إيه لما يحتكموا في النهاية إلى ودي، وأنا إنسان بسيط أملك إن أنا أدرك الكلمة دي مش موسيقيا شكلها ايه، انما طعمها ايه في مسألة الشعور بيها، فيحتكم وينتصر الابنودي. الابنودي هو اللي علم الناس في مصر كيفية حب الام. الابنودي هو بيحب امه ويناجيها ويغازلها ويتكلم عنها، كان شيء خرافي، لأنه حسسنا أنه مهما كبر ابن أبنود وبقى كبير وراح وسافر واشتهر، لا يزال هو واقف عند فاطمة، فيه ألف طاء نون إيه؟ فاطمة. عبد الرحمن الأبنودي لما يروح بيت عبد الحليم حافظ يقول له مداعبة، قل لي يا عبد الحليم اللي حمامك ده اتكلف قد إيه؟ فعبد الحليم بكل براءة يقول له بكلف كذا، يقول له ياه عارف المبلغ ده يا عبد الحليم؟ يقول له نعم. يقول له المبلغ ده يبني أبنود كلها. ما كانش يقصد إطلاقا إنه يحسد، خصوصا إن عبد الحليم حافظ كان في رأسه جملة يرددها دائما، وأنا أعلم خوفه ورعبه من الحسد، كان يقول عضة أسد ولا نظرة أسد.
تكتب إلى هذا الحد. ولكن استقبلها بوداعة من عبد الرحمن الأبنودي، لأن قيمة الأبنودي كانت في التلقائية، في البساطة، في عمق اللي بيطلع منه. إيه أكتر حاجة حبيتها في غنى عبد الرحمن الأبنودي يا أستاذ مفيد؟ عدى النهار. عدى النهار طبعا. عدى النهار طبعا، هي قصيدة طبعا شجنية تعتقد اتفطم عليها كل مصري وحبها كل مصري. صح. خصوصا وهي تخرجنا من رحم العذاب. صحيح. والنكتة والحزن إلى مطلع النهار. صحيح. وأنا بشكرك على اختيارك ده، لأن فعلا عدى النهار والمغربية جاية شايلة على يعني من أجمل أغاني عبد الرحمن الأبنودي وأجمل أغاني عبد الحليم حافظ الحقيقة. بشكرك أستاذ الكبير كاتب الكبير أستاذ مفيد فوزي. نتذكر عدى النهار. عدى النهار والمغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجر، وعشان نتوه في السكة شالت من ليالينا القمر. عدى النهار والمغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجر، وعشان نتوه في السكة شالت من ليالينا القمر. وبلدنا عالترعى بتغسل شعرها، جانا نهار مقدرش يدفع مهرها. وبلدنا عالترعى بتغسل شعرها، جانا نهار مقدرش يدفع مهرها. يا هل ترى الليل الحزين أبو النجوم الدبلانين، يا هل ترى الليل الحزين أبو النجوم الدبلانين، أبو الغناوي المجروحين، أبو الغناوي المجروحين، يقدر ينسيها الصباح أبو شمس بترش الحنين. أبدا أبدا بلدنا للنهار بتحب موال النهار. أبدا بلدنا للنهار بتحب موال النهار. وانت اللي غنيت حنكمل في آخر المشوار، انت اللي قلت حنكمل وحنبنيها ونكمل. عدى النهار يمكن غناها وقت النكسة، لكن دلوقتي بنفتكرها، لأن بكرة بإذن الله يطلع 100 نهار ويعدي 100 نهار حتى لو صوتك سكت يا خال. نروح للإسماعيلية وزميلنا محمد رزق مراسل سي بي سي في الإسماعيلية، حيث الجنازة شيعت منذ قليل. مساء الخير يا محمد. مساء النور أستاذ نميس. نعم بالفعل تم دفن غسمان الراحل الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي بمنطقة جبل مريم بمحافظة السويس، وأقيمت أيضا صلاة الجنازة بمسجد الهيئة بمنطقة جبل مريم. حضر الآلاف من أهالي الإسماعيلية لتشييع جنازة الرحمن عبد الرحمن الأبنودي، وحضر أيضا الفنان محمد منير والفنان علي الحجار وأستاذ عصام الأمين رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون ومحافظ السويس ومدير أمن السويس. أيضا أستاذ نميس جدير بالذكر، عقب نقل الجثمان من مجمع الجلاية الطبي للقوات المسلحة بالقاهرة، توجه في البداية إلى منزل الفقيد بالضبعية بمحافظة السويس، ثم انتقل بعد ذلك إلى مسواه الأخير بمنطقة جبل مريم. أيضا أستاذ نميس من المقرر أن يقام غدا صلاة العزاء بمحافظة السويس.
يعني العزاء هيتعمل في الإسماعيلية ولا في السويس يا محمد؟ بمحافظة الإسماعيلية. عفوا إسماعيلية. نعم. عفوا نعم. عفوا ما كانش ابن الإسماعيلية لكن كل مصر بتعزيه، وكانت إقامته الأخيرة طبعا في الإسماعيلية. ومعي على الهاتف السيد عمرو موسى. مساء الخير يا عمرو بيه. أهلا بيا في حياتك. حياتك الباقية يعني، وبيا في أنفسنا جميعا حقيقة. طبعا يعني وأنت من جيل يعني عاصرت عبد الرحمن الأبنودي من شبابه، قل لي من كان عبد الرحمن الأبنودي في يعني في الثقافة والسياسة والوطنية المصرية؟ كان أولا مبدعا وطنيا مصري، مواطنا مصريا فاهم يعني ايه انك تكون مواطن مصري وشايف وفاهم يعني ايه مصر. في توجهه في كلامه في قصائده في توجهه المصري والعربي يعني كثيرا ما متعنا بتعبيراته وغنى له كبار المطربين المصريين. صحيح. الحقيقه كان حاجه، واحنا في حاجه الى كل المبدعين، ومع الأسف أنه يختفي في هذه اللحظة وإحنا في حاجة إليه وإلى أمثاله، ونرجو أنه هو يعني يكون ألهم الكثيرين من أنهم يسيروا على دربه في وصف مصر والحياة في مصر والدعوة إلى حب مصر والدعوة إلى الحب الحقيقي لمصر. وطنيا يا عمرو بيه، يعني ازاي ده رجل يعني واجه انظمه عديده، يعني اختلف مع عبد الناصر وغنى لعبد الناصر، اختلف مع انظمه كثيره وغنى للوطن، ازاي هذا يعني التشابك ما بين حب يعني صراعه مع الانظمه ومع ذلك يفضل هو الوطني الاول المحب لهذا البلد؟ طبعا لانه كان مخلصا مع نفسه، يعني هناك ما قد يجعله يتمشى مع هذه السياسة أو تلك، إنما القاعدة اللي بينطلق منها هي حبه لبلده. صحيح. وإخلاصه لها، وبالتالي كان صادقا مع نفسه ومع تعبيراته وفي حبه لبلده والتعبير عنها وعن روحها. شوفي كلامه للصعايدة اللي كانوا بيبنوا قناة أسوان السد العالي. السد العالي، ما الجوابات اللي كان حراج الجوت، ايوه، بيعبر بيها عن عاطفه الصعيدي اللي بيعاني واللي بيقاسي واللي بيشارك في بناء بلده، في نفس الوقت مرتبط بعيلته ومرتبط باهله ومرتبط بقريته. تعبير جميل، تعبيرات كانت جميله جدا. فالحقيقه احنا خسرنا برحيله، وعوض الله البلد فيه خيرا إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا سيد عمرو موسى على هذه الكلمات. غدا إذن السرادق لعزاء الراحل الكبير عبد الرحمن الأبنودي في مدينة الإسماعيلية في جامع الدوحة أمام مدينة الطالبات بمدينة الإسماعيلية. ربما لم تكن الإسماعيلية وطنه الأصلي، هذا رجل جاء من الصعيد من أبنوب، ولكن كانت الإسماعيلية هي اختياره لأن يبقى آخر حياته، لأنه كان محتاج للهواء، كان عنده مشاكل الرئة وكان محتاج إلى الهواء النقي، فاختار مدينة الإسماعيلية لتكون منزلا له ولتكون يعني منزلا نهائيا له ولأسرته الكريمة اللي بنتقدم لها أستاذة يعني نهال كمال زميلتنا العزيزة وبناته العزيزات بخالص العزاء. وعزائنا الوحيد ان الأبنودي هيفضل خالد في مصر كما هي خلود أغنياته وكما هي خلود الوطنية المصرية. إذن غدا العزاء في جامع في امام في في سرادق جامع الدوحة امام مدينة الطالبات في مدينة الإسماعيلية. مساء الخير يا غادة رجب. مساء الخير فنانة غادة رجب. لميس ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا حبيبتي؟ باية في حياتك؟ باية في حياتنا كلنا، والبقاء لله بنعزي انفسنا يا حقيقي يعني. غنيتي للأبنودي يا غادة؟ غنيت زمان أغنية كانت من أهم الأغاني في توقيتها، كانت عن شهيدة الإرهاب شيماء، شهيدة مدرسة المقريزي، شهيدة الإرهاب.
الغنوة دي كانت كلمات الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي وألحان الموسيقار جمال سلامة، واتغنت في عيد الشرطة وقتها وكانت مؤثرة جدا، كانت حادثة إرهابية يعني كانت أثرت في الناس كلها، وكان والد الطفلة حتى حاضر في المسرح وبكى وكده. وغنيت بقى من كلماته حاجات أخرى يعني، غنيت أحضان الحبايب طبعا، غنيت عيون القلب. كان في أغنية كانت من ألحان الموسيقار الكبير كمال الطويل، كانت برضو كلمات الشاعر كبير عبد الرحمن أبوذي، كنت هغنيها بس كان الأستاذ كمال توفى. يعني بس أنا يعني كنت طول الوقت بشوفه عند الأستاذ حلمي بكر، عند موسيقار عمار الشريعي. عارفة الواحد حزين إن كل فترة قصيرة والتانية راحوا فين، بنفقد قيمة كبيرة من رموزنا وقيمنا الكبيرة يعني حاجة حقيقي توجع القلب قوي، بس هي الدنيا يعني هنعمل إيه. بشكرك يا غادة، ويعني العزاء لنا جميعا. شعر الكبير أستاذ بهاء طاهر، مساء الخير يا أستاذ بهاء. أهلا أستاذ، البقاء لله. البقاء لله يعني يعني في دنيا الشعر يا أستاذ بهاء ودنيا الأدب، من كان عبد الرحمن الأبنودي روائي؟ من كان يا أستاذ بهاء، يعني من كان في دنيا الأدب والشعر عبد الرحمن الأبنودي؟ يعني أقرب حاجة تفتكريه صلاح جاهين، طبعا أقرب حاجة تفتكريه صلاح جاهين، لكن في الجيل الجديد مفيش. طبعا طبعا، وإحنا دلوقتي يعني في ذكرى صلاح جاهين أيضا يا أستاذ بهاء. يعني قيمة عبد الرحمن الأبنودي يا أستاذ بهاء في كانوا صحبة جميلة في طبعًا. الحياة وحيبوا صحبة جميلة في الرحيل. يعني أستاذ بهاء، يعني قيمة عبد الرحمن الأبنودي في الشعر وفي الشعر العامي وفي الشعر المصري والشعر العربي عموما، أظن لا تقارن يا أستاذ لميس، لا تقارن. يعني كان فريد عصره فعلا، يعني ما أقدرش يقول غير كده، أنه فعلا كان إنسان فريد لا يتكرر، ولهذا السبب رحيله كان شيء فاجع بالنسبة لكل الناس الحقيقة. يعني ما تدريش أنه كان رحيله يعني شيء أسرع على المثقفين وبتاع، أسرع على رجل الشارع يعني. فعلا أثر على رجل الشارع، لأن هو غنى الرجل الشارع وتحدث باسم رجل الشارع، والمصري البسيط العادي اللي جاي من الصعيد هو كان صوته. صحيح، وكان شعره يعني يرادف اهتمامات رجل الشارع على طول. يعني انا سالوني بيقولوا لي اكثر غنوه تفتكرها له، قلت لهم عدى النهار، لانه كان فعلا القصيده دي كانت او الاغنيه دي كانت وقت كان حزن عام بعد النكسه، وبعدين كان بيقول لك لكن بلدنا للنهار، يعني كان بيحاول يشتق الامل من قلب الحزن والهزيمه يعني. صحيح، بشكرك شكرا جزيلا الروائي الكبير الأستاذ بهاء طاهر، ومعي أيضا الكاتب الكبير أستاذ يوسف القعيد. أستاذ يوسف، يعني ماذا يمثل عبد الرحمن الأبنودي، وأنت كنت صديقا له على ما أعرف؟ تمام. بصي، أنا عايز أقول الأول أن وصية عبد الرحمن الأبنودي أنه لا يتم غسله إلا في الإسماعيلية، وتكفينه في الإسماعيلية، ودفنه أيضا في الإسماعيلية. وآخر زيارة لي وصف لنا، كنت أنا وأسامة شلس وجمال الغيطاني، وصف لنا والمستشار عبد المجيد محمود لما كان نائب عام، ومحمود طاهر رئيس النادي الأهلي، وصف لنا القبر الذي بناه ومرينا عليه، وكان قبرا يطل على قناة السويس، يعني شباكه كده يفتح على قناة السويس، ويبدو ان الراجل بقدر ما عاش وبقدر ما غنى وبقدر ما عمل اللي ما تعملش كان حاسب حساب اخرته كما يفعل كل المصريين في حياتهم، وده جزء من طقوس حياة المصريين. بمجرد ان علمت الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي علم برغبته انه استرادق العزاء يقام في الإسماعيلية، اتصل بنهال كمال وقال لها ان الجيش الثاني الميداني هو اللي هيعمل الصوان، وهو اللي هيتولى الامر كله في الاسماعيليه كما راغب عبد الرحمن الابنودي، واصدر بيان مهم من رئاسه الجمهوريه. صحيح. مش مجرد رساء، بالعكس في كلام عن قيمه صحيح المنجز اللي قدمه عبد الرحمن الابنودي. صحيح.
يعني بالنسبة لك بقى وأنت يعني وأنت الأديب الكبير، يعني من كان عبد الرحمن الأبنودي؟ ماذا يمثل في تاريخ هذا البلد الأدبي وفي مسيرة الأدب في مصر؟ هو القطفة الأخيرة من شعراء العامية اللي هم قدروا يحطوا أيديهم على عبقرية العامية المصرية وعلى عظمة العامية المصرية. هو الامتداد الطبيعي لعبد الله النديم، الامتداد الطبيعي لصلاح جاهين، لفؤاد حداد، لبيرم التونسي. كل هذا الطابور الطويل من أعظم من غنوا للعامية المصرية. بس أنا عايز أقول أن عبد الرحمن رغم أنه كان شاعر عامية إلا أن معرفته بقواعد اللغة الفصحى كانت دقيقة وغير عادية ومثيرة للدهشة. درسها وكان يستخدمها في كلامه بطريقة جيدة، وكأن اختياره للعامية للتعبير عن نفسه لم يمنعه أنه يدرك أن اللغة العربية هويتنا وهي أهم شيء في حياتنا، ولابد أن ندركها ولابد أن نستخدمها كتابة وقولا وفي كل الطرق الممكنة. يعني بحثوا عن السيرة الهلالية وهذه يعني بحث عنها مش بس في الصعيد وذهب إلى تونس، ويعني بحث عن هذه السيرة سنوات طويلة جدا. لماذا اهتم بهذه السيرة الهلالية بالذات يا أستاذ يوسف؟ هو المتحف اللي أنا زرته في قريته معاه اسمه متحف السيرة الهلالية، وأنا اصطحبني في زيارة لأبنود وزرنا هذا المتحف ورحنا قبر أمل دنقل وقرنا له الفاتحة في الطريق وإحنا رايحين أبنود. هو كان مفتون بالسيرة الهلالية لأنها إبداع شعبي أبدعوه الناس في كل مكان من الدنيا، وهذا الإبداع الشعبي لا يقل أهمية عن إبداع المبدعين الموهوبين الذين يعتبرون الإبداع مهمتهم في هذا العالم. وأراد أن يثبت أن المواطن العادي يمكن أن يبدع إبداعا لا يقل أهمية أبدا عن إبداع المبدعين المحترفين أو الذين يتفرغون لعملية الإبداع. عبد الرحمن الأبنودي جمع أبيات السيرة الهلالية من صعيد مصر، سافر إلى تونس، قضى أيام وليالي كثيرة في تونس، يجمع في جنوب تونس، في جنوب تونس يجمع أبيات السيرة الهلالية ويدونها. وأعتقد كمان أن عبد الرحمن جمع أيضا ديوان ابن عروس لأول مرة، لم ينشر حياته، نتمنى أن ينشر بعد رحيله. وابن عروس أسطورة الشعر العامي المصري في العصور الوسطى. أستاذ يوسف، عبد الرحمن الأبنودي وأمل دنقل، هذه العلاقة اللي هي الاثنين خرجوا من رحم الصعيد، أحدهما يعني ذهب إلى العامية والآخر تمسك بالفصحى، ولكن هذه العلاقة يعني هل كنت شاهدا عليها؟ طبعا طبعا، هم يعني هم أربعة جاءوا من قنا، يعني يحيى الطاهر عبد الله، أمل دنقل، عبد الرحمن الأبنودي. يحيى كان قصاص. رابعهم ربنا يديه الصحة وطولة العمر بهاء طاهر اللي كان بيتكلم معاكي قبلي مباشرة. أستاذ بهاء طاهر. هو من أبناء المنطقة ومن أبناء نفس المحافظة. وتربطه بالثلاثة علاقات إنسانية جميلة. أمل وعبد الرحمن جاء إلى القاهرة في وقت واحد تقريبا، هم متقاربين في العمر. واحد انت بتقول المفارقة الكبرى ان واحد اتجه الى العامية بكل جمالياتها، والثاني اختص بالفصحى بكل جمالياتها وبكل العبقرية الموجودة فيها، وظلت تربطهم علاقة انسانية نادرة. صحيح. ويمكن لاخر لحظة في حياة امل عندما كان يعالج في مستشفى السرطان اللي في امتداد شارع القصر العيني، كان عبد الرحمن دائم التردد عليه وزيارته. ويمكن أمل مات من فترة طويلة جدا، لكن عبد الرحمن كان ينظر لفترة طويلة بعد رحيل أمل أن رحيله هو بروفة رحيل لعبد الرحمن نفسه. أستاذ يوسف، كيف نكرم عبد الرحمن الأبنودي؟ بص يا ستي، أنا زرت معاه المتحف بتاعه
هو عامل متحف في أبنود نسميه متحف السيرة الهلالية. نعم. أنا لما رحت مع عبد الرحمن كان مستحيل أقول له ما يبقى متحف الأبنودي. ما ينفعش هذا الكلام مع رجل يمشي ورجل في كامل صحته، لا يجوز في عرفنا المصري. صحيح. أنا بصراحة رغم رغبته إن هو يدفن في الإسماعيلية، ورغم بنائه مقبرة تطل على قناة السويس اللي هو غنى لها أحلب بسماها وبترابها، إنما أنا كنت أتمنى أن يدفن في هذا المتحف في قرية أبنود في قنا، وأن يصبح المتحف اسمه متحف عبد الرحمن الأبنودي للفنون الشعبية أو للتراث الشعبي أو للفنون التي عبرت عن روح الشعب المصري. كنت أتمنى هذا، لكن ليس من حقي أن ندخل باقتراحات وكده، إنما يجب تغيير مسمى المتحف من متحف السيرة الهلالية إلى متحف عبد الرحمن الأبنودي. وفي كل مراحل جمع السيرة، في كل ما قام به، في كل التسجيلات الصوتية موجودة هناك، وحتى في يافطة في مدخل القرية على الطريق اللي هو اللي جاي من هنا بتقول إن ده هنا متحف السيرة الهلالية بقرية أبنود. يعني لن يضرنا كثيرا إذا اسميناه متحف الأبنودي. طبعا طبعا معك حق. إلا لو كان هو، لأن أنت عارف الإسماعيلية في حياته عملت له إيه، يعني احتاج مد العمر بإرادة ربنا طبعا، لكن هواء الإسماعيلية وطبيعة الإسماعيلية ومنطقة الحدائق الرهيبة الضبعة اللي كانت في الإسماعيلية منحته سنوات إضافية من العمر. صحيح. يعني كانت مهمة جدا. أنا مش بقول إن الطبيعة ممكن تساوي إرادة الله، لكن الهواء والنقاء طبعا أكيد بيساعده. هي فعلا وفرت له سنوات من العمر، وكان لما كان بيضطر يجي القاهرة كان بيجي زائرا عابرا سريعا جدا ويعود إلى الإسماعيلية بأسرع ما يمكن. ومن ذهب إلى المكان وراء الحدائق الكثيرة جدا والهواء الجميل والفضاء الغير عادي، وأهم من كل ده حب الناس أصحاب المزارع وأصحاب الأراضي الفقراء اللي حواليه من كل مكان. فدي كانوا عاملين يافطة على طريق مسمينه آية ونور على أسامي البنات. تدخلي من الطريق السريع عليه مكتوب آية ونور، تمشي في الطريق تلاقي يافطة تاني مكتوب عليها آية ونور لغاية ما تلاقي نفسك قدام البيت اللي كان بنيه هناك في الإسماعيلية. إذا كان يصلح البيت متحف لعبد الرحمن، يعني أنا ليس لدي أي مانع، إنما يجب إن إحنا نخلد ذكراه لأجيال لم تعاصره. صح. ولم تعاصره ولم يصلها منه إلا فزرات من قصة حياته. بشكرك شكرا جزيلا كاتب الكبير أستاذ يوسف القعيد، كان حاضرا معنا في كل الأزمات، وفي وقت الإخوان كان واقف معانا، في وقت الإخوان، وقت مواجهتنا للإخوان، وقت ما كنا في هذا المكان بنقف ونعارض ونرفض هذا النظام، كان عبد الرحمن الأبنودي واقف معانا بقصايده، بصوته، باتصالاته، وكان دايما بيبعت لنا رسائل. ومنساش الرسالة اللي بعتها لي وزعناها على الهوى يوم 1/7/2013، 1/7/2013، يعني كنا في عز بعد 30 يونيو، كنا في هذا الوقت في عز المعركة، في عز الاصطدام، نطالب الناس بالخروج للشارع. هذه كانت رسالة عبد الرحمن الأبنودي لي شخصيا وللمصريين. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخت الأستاذة لميس الحديدي، بحييكي من هذه القرية البسيطة، يعني من وسط الفلاحين ومن وسط الناس الطيبين، الناس الطيبين اللي عملوا الثورة المرة دي، يعني اللي استردوا ثورتهم مرة أخرى من الأيدي اليابسة اللي كانت شادة منهم هذه الثورة، وأحسسنا في لحظات باليأس وبالضيق، ولكن قاومنا على طول الخط. النهاردة غير مبارح، القصيدة كانت تنفع مبارح ما عادتش تنفع النهاردة. كل شوية شعبك الأصيل يعني بيفاجئنا مفاجآت رهيبة جدا، يعني بقى الواحد دلوقتي كده مزاجه كده بعد نص ساعة بيبقى واحد تاني، مش بمزاج تاني.
فأنا يعني سعيد بالخطاب الثاني للفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة، والذي حسم فيه أمر الانتماء إلى الثورة. وفعلا الشعب المصري ده زي المغناطيس قاعد يشدنا كل واحد من مكمنه ويصنع مننا بدن عظيم جدا للثورة، يواجه البدن الأعجف الناشف اللي متشبث بدون حق بالحياة بدون مبرر، واللي ناشب أظافره في جسد مصر زي الأرادة، مع الأرادة دي تلبد في جسم الحيوان بتطلعش إلا بدمه زي الوطواط نفس الحكاية. فإحنا يعني جميعا ضد دولة الوطويط بعون الله، وسوف ننتصر وسوف يشرق شمس مصر، مصر العلم الثقافة الحرية الحضارة الأمل الدور المؤثر العظيم، مصر الحقيقية بعون الله منذ اليوم. أيقونة الثورات وشاعر البسطاء الخال الأبنودي. ولد عبد الرحمن محمود الأبنودي في 11 من إبريل عام 1938 في قرية أبنود بمحافظة قنا. حصل على ليسانس اللغة العربية من كلية الأداب جامعة القاهرة. بدأ الأبنودي كتاباته الشعرية باللهجة العامية منذ صغره، ونظم عددا من القصائد الوطنية، حيث استطاع ببراعة فائقة أن ينسج بكلمات شعره الخواص التعبيرية البسيطة، مجسدا أحلام وأماني أهل بيئته البسطاء في صعيد مصر الذي كان الملهم لمعظم قصائده. شهدت القصيدة العامية على يد الأبنودي مرحلة انتقالية هامة، حيث نجح في فرض وجودها على الساحة الشعرية. ومن أشهر دواوينه الشعرية أنا والناس، وجوه على الشط، والموت على الأسفلت. وفي عام 2001 فاز بجائزة الدولة التقديرية، ليعد بذلك أول شاعر عامية يفوز بها. تغنى العديد من المطربين الكبار بكلماته، ومثلت أغانيه الوطنية مع الفنان عبد الحليم حافظ إحدى علامات النضال والكفاح الوطني، حيث خلق حالة من الوحدة التي جمعت بين قلوب المصريين والعرب. عليكم بالملاها وذكراها، عليكم بطرقها وأبوابها، عليكم بالقمح وبالمطلع، عليكم بالمدنة وبالمدفع، لولادي في أيام الجاية ما تغيب الشمس. عصر الأبنودي عدة تحولات سياسية واجتماعية مختلفة في عهد الرئيسين عبد الناصر والسادات، تعرض خلالها للاعتقال أكثر من مرة، حيث تم إلقاء القبض عليه عام 1966 واعتقل لمدة 4 أشهر في سجن القلعة. وعلى الرغم من انتقاده لكلا النظامين آنذاك، إلا أنه كان محبا للرئيس الراحل جمال عبد الناصر. ومع قيام ثورة يناير المجيدة وقف الأبنودي معلنا تأييده لها من خلال قصائده التي آزرت ثوار الميدان. وفور وصول الإخوان لسدة الحكم في مصر، كشف الأبنودي لهم عن أنيابه مهديا إياهم قصيدة بعنوان رسالة إلى كهنة الإخوان. شفت وجهك في صبيحة الاجتياح، ما كانش وجهك ولا ده وجهك، وأنا معرفش وجهك من غبائي. لهذا ما كانت قصائده إلا دعما وانحيازا لثورة 30 من يونيو. ومع تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد، وصفه الأبنودي بالزعيم الذي لا يختلف معه إلا الباطل. واليوم وبعد صراع طويل مع المرض، رحل الخال عن عمر ناهز 76 عاما إلى مثواه الأخير بمحافظة الإسماعيلية. رحل الأبنودي عن عالمنا بجسده، لكنه تركنا لنعيش ونحيا بقصائده. خالد جمال، هنا العاصمة.